ممكن مستر برونو روماو يقلق منك في الشوط الثاني. يعني نصيحة لعمرو جمال لأن لاعب متميز. أدي على طول غنام يبدأ الهجمة والجماهير طبعا هنا وهنا بتقول يا رب. طبعا كله عايز الفوز وعايز الانتصار، حاجة كويسة جدا جدا، خاصة الشوط الثاني الشمس كمان بقت أقل، درجة الحرارة أقل، يعني كل حاجة جاهزة معاك تقدموا لنا تابلو جميل نسعد بيه أمام الشاشات أو في المدرجات. خالد رضا بيلعبها لعمر كمال، عمر كمال يرجع بيها، وكأن الفريقان يعني اقتنع بأن نعديها بقى في الشوط الأول تعادل والشوط الثاني ربنا يحلها من عنده، لكن لسه في هجمة اهي ممكن تقول حاجة. ادي على طول عبد الكبير اتنقل من الشمال اليمين بيلعبها لباسم، باسم حلوة لعاطف هيلحقها عاطف، جو جول جو جول. احمد عاطف حذرت من اول اللقاء، قلت اياك والمساحات، اياك والمساحات، اوعى تلعب مع احمد عاطف ابن سوهاج طبعا القادم من الصعيد من بعيد، لكن على طول في انطلاقة حلوة ومودرن فيوتشر يحرز أول أهدافه هذا الموسم بأقدام الموهوب أحمد عاطف. يا سلام يا أحمد عاطف، يقول لك مع أحمد عاطف مفيش عواطف، على طول هو بينطلق انطلاقة حلوة وبيضع الكرة تسكن شباك فاركو ومحمد سعيد شيكا. طبعا بيحتضن بقى حضن قوي جدا من مستر فورموزينيو، بيقول له يعني مية مية أحمد عاطف مش متسلل. وباسم ايه الحلاوة دي يا باسم، اسيست متميز من باسم علي، برافو، حلوة يا باسم. بص الكرة، يا سلام يا باسم، تشيب حلو قوي، واحمد عاطف ومحمد سعيد شيكا اقفل رجليك يا شيكا، لكن سبقتك سبقتك وبغتتك يا محمد يا سعيد. هدف حلو جدا جدا